معنا أحمد الدروشة مراسل العربي من القدس. أحمد، ما آخر المعلومات التي أفرجت عنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن عملية الطعن والإجراءات التي لحقت ذلك؟ أمال، بحسب شهود عيان في تلك المنطقة، فإن الشاب منفذ العملية استشهد. العملية وقعت قبل 3 أو 4 ساعات، لكن جثمان هذا الشاب لا يزال حتى الآن ملقى على الأرض في منطقة العملية، ولم تأخذه قوات الاحتلال الإسرائيلي. الشاب من رهط، ولد في قطاع غزة، والدته من الرهط، عفوا، داخل الخط الأخضر، بينما والده من قطاع غزة، وكان قد حصل وفق قانون لم الشمل على المواطنة الإسرائيلية ويعيش في النقب مثل كثير من العائلات الفلسطينية على جانبي الخط الأخضر التي تتزوج، سواء في النقب وقطاع غزة أو النقب وفي الضفة الغربية. بحسب مصادر محلية، فإن والد هذا الشاب استشهد خلال اليومين الأخيرين في قطاع غزة، ويبدو أنه نفذ هذه العملية التي استهدف فيها جنديا إسرائيليا بشكل مباشر انتقاما لاستشهاد والده بغارة أو نتيجة لعمليات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. حتى الآن من غير الواضح ما هي الإجراءات التي سيتخذها الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة، إن كان سيسلم ذويه داخل الخط الأخضر في مدينة رهط جثمانه، أو أنه سيعتبره من منفذي العمليات من قطاع غزة والضفة الغربية الذين عادة يتحفظ جيش الاحتلال الإسرائيلي على جثامينهم ولا يسلمها لذويهم أو عائلاتهم. لكن على العموم، الحادث انتهى في تلك المنطقة استنفار كبير لشرطة الاحتلال الإسرائيلي. بعد هذه العملية بساعات وردت أنباء عن عمليات أخرى في مواقع أخرى في نتانيا وفي مدينة العفولي، لكن اتضح أن هذه الأنباء في حالة نتانيا كانت خشية من الإسرائيليين من تكرار هذه العملية، وهذا ما يشير إلى حالة الخوف الكبيرة عند الإسرائيليين من موجة عمليات داخل الخط الأخضر وفي مستوطنات الضفة الغربية ردا على الحرب المستمرة على قطاع غزة. شكرا أحمد دراوشة من القدس.